من التعادل 0-2. الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي، مباراة اللي شاهدنا فيها مباراة العديد من الفرص للأمانة. صحيح كنتوا تتابعوا في مباراة النادي الرياضي البنزرتي واتحاد تاوين 20 دقيقة مرت بين الزوز فرق ممتازة الأمانة فنيا. خلينا نتابعوا بقية الشوط الأول، دائما التعادل 0-6، استكمال 6 مباريات أخرى ومعرفة 6 بطاقات في الدور الرابع النهائي لكأس تونس. أكيد هنا في ملعب مصطفى بن جمال باسيرو كومباوري، في المقابل أنتوني أوكبوتو موجود في الهجوم بالنسبة للاتحاد الرياضي المنصري ثابت وهداف. هذه كرة ياسين الشماخي، شماخي عند الكرة متفتن محمد الصقراوي، مع كذلك مانيال أكبادو بعد الوسط الميدان اللي تبعناه. كرة لإلياس جلاسي، جلاسي لمسة إيمانيال أكبادو، أكبادو عنده الكرة، إيمانيال لمسة تمشي فوق ساحلي وجدي الساحلي، واحدة اثنين مع وسام بن يحيى، وسام بن يحيى تقصر الكرة من بن يحيى، تمشي الكرة غازي عبد الرزاق، غازي ما يمرش من إيمانيال أكبادو. حكيت عليه حكيت الأول شاهدناه، هذه كرة ترجع في وجدي ساحلي بالراس إيمانيال أكبادو، ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنصيري. أكبادو كما جات كرة لخليل القصابي، وزع الكرة بالعمق إلى وجدي ساحلي متفتن أكبادو، إيمانيال ترجع الكرة مسلمًا لعتبة تخيلي تدخل الشباك. النادي الأفريقي تتغير معطيات هذه المباراة إلى حد الآن. أسبقية للاتحاد الرياضي المنصيري، هذه كرة على حساب مستقبل المرسى الاتحاد الطويل على حساب النادي الرياضي البنزرتي بفضل ضربات الجزاء 4-2. في الشبه الى الياس جلاسي، جلاسي كره لياسين الشماخي، اكبادو يضرب الراس ترجع للاتحاد الرياضي المنصري. ايمانيال اكبادو يسعد، ايمانيال مع وجدي ساحلي حضر كورته، ايمانيال الى موزيسوركم باتجاه ياسين الشماخي، هذه كره خطيره ياسين الشماخي، الشماخي ايمانيال اكبادو موجود، ايمانيال اكبادو يرجع الكره لمحمد الصغراو على علي العامري بالراس، كيف يضيف الثاني علي العامري بالراس، كيف ينهي المباراة علي العامري بالراس. الافريقي ينفذها عبد الخيل بالراس، ايمانيال اكبادو جابت في دفاع الاتحاد المنستيري في دخوله في اللقاء الى حد الان كان ضغط في العشر نقطة. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي موجود ايمانيال اكبادو، يقطع الكرة لموزيس وكوما، نجم رياضي ساحلي مقطوعة عكس الهجمة للنجم الرياضي الساحلي، يتدخل اكبادو ما فما شيء، إشارة من نعيم حسني تتواصل لحامل الكرة في الأثاث، تم الضغط من جانب كريم العريبي وماهر الحناشي ليسال جلاسي إلى نهاية هذا الشوط وافتتاح النتيجة في المتلوي بضربة جزاء سجلها حمزة البثوثي لفايدة النادي الرياضي السويسري. فهمي برومان إلى اكبادو بيفوز اللاعبية، يخسر كرة اكبادو لكن موجود في التغطية معتصم صبو للاتحاد المنصري لفهمي برومان، اكبادو محاولة لعب الكرة لأوركوما، أوركوما السجل المسجلة في لقاء النجم والاتحاد الرياضي المنصري، شفنا الموسم الفارغ قرارة الاتحاد محاولة الضغط مدرسين، كرة توصل لأكبادو، أكبادو يلعب ثواني بتاع الوقت القانوني والحكم الرابع باش يهز اللوحة الإلكترونية ويحط الرياضي المنصري في مباراة اليوم في هذه الفترة الأولى المتابعة في ليبيا. رجع للمنستير النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي حاليا، ونقصد ماهر الحناشي اعطاء في هذه المتابعه المباشره على الوطنيه الاولى. بالفعل عبد الرحمن ترجع كره للاتحاد الرياضي المنستيري، اكبادو الى محور الدفاع وعكس الهجوم للنجم الرياضي الساحلي، ومره اخرى من نفس الخمسه تعادلات واربع هزائم اخر المباريات التعادل للنجم وكذلك الاتحاد الرياضي المنستيري. المكيني ياخذ الكره كونترول في اتجاه اكبادو، اكبادو الى اوكوما للمسانده لانتوني اوكبوتو، اكبادو كرة إبعاد الكرة، ثم الصغراوي مرتضى بن والناس والكريم العريبي، مرتضى بن والناس محمد الصغراوي يأول تجربة على الاتحاد المنصري وقادم من هلال الشابة كريم العريبي، يرجع من جديد من بعايو كرة للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة، أكبادو في محاولة لعكس الهجمة إلى علي العمري، أكبادو أكبادو ياسر جلاسي ما يتفاهموش ويفقدوا الكرة هذه، لكن ترجع من جديد مقطوعة من أكبادو إلى أوكبوتو، أوكبوتو ترجع له من جديد أسامة تقال، أسامة تقال إلى أكبادو، أكبادو يفقد الكرة لاعب لاعب إضافي في وسط الميدان باش يحكموا المدرب عماد بن يونس في تشكيلة فريق جوهرة الساحل النجم الرياضي الساحلي.
رامي التماس بإشارة من نعيم حسني لأكبادو أكبادو في محاولة لعب لأوكوتو مع تجربة مع الترجي وحاليا الاتحاد الرياضي المنستيري من اللاعبين البرزين سنا واللي ساهموا في الكرة للنجم الرياضي الساحلي توصل لكريم العليمي في هجمة معاكسة مع أكبادو في مناطق 18 يقص الكرة مع مانيال أكبادو مدافع الاتحاد المنستيري يلعب بسرعة لكن ترجع الكرة من دفاع النادي الرياضي الساحلي أخطر مهاجم نجم نقولوا في البطولة التونسية أوكوتو سحب يعني افضل رصيد من اهداف 7 اهداف ولكن المهاجم عنده امكانيات كبيره على النجم الرياضي الساحلي تبعوا ساعه الكره حمزه المتلوثي يلعب المخالفه ترجع من الدفاع الكره كادت تكون خطيره ياخذها حسين بن علي وحسين السيد يلعب التماس ملقب ب مارسيلو على يمين الحارس الراسيه الاولى يخرج الحارس في مره ثانيه وما زالت عمليه ترجي اللقاء متاخر كذلك بالنسبه للاتحاد الرياضي لمن حسين بن علي يرفع الكره ترجع من دفاع الاتحاد ترجع من الكره ثم من جديد كريس كواكو يلعب اسلام بكي ترجع الكره براد يرفع الكره هاني عمامه والكره تعود في وسط الميدان والنهاج هو المرتبة الثانية والكرة عند الاتحاد الرياضي ما شاهدناش برشا في الصعود للهجوم يلعب على الهجومات السريعة الاتحاد الرياضي المنستيري شاهدنا أوكوتو في بجديد نادي السفيقسي أفضل اليوم على مستوى وسط الميدان من لقاء الفرد تم حركية اليوم بدخول اسلام بكير منذ البداية مكان أيد عثمان أيمن الحارسي كيف عنده فنيات كبيرة يوزع وأكبدو يرجع الكرة بالراس تخلى تمام القروي لعب في مستوى هو كحكم والكرة توزيعها ترجع من أكبدو ثم ذلك المساندة الدفاعية والدورة الدفاعية لهذا اللعب علي العمري والكرة من ثاني ب 28 نقطة مهندس إنجازات الاتحاد دون شك المدرب لسعد الشافي جاب 8 انتصارات في مرحلة الذهاب 12 جولة دون هزيمة رقم قياسي في تاريخ الاتحاد و 28 نقطة يجمعها الفريق في المرحلة الأولى هو أحسن عدد من النقاط حقه الاتحاد المنستيري خطيرة عندما تصدمت بالدفاع ورجعت شوية كاد ياخذها أوكوتو وكادت تكون خطيرة الشوط الأول بعد ما كانت أسبقية طفيفة للنادي السفيقسي مع بداية المباراة رجع للنادي السفيقسي اللي تكون في مركز التكوين ونقاط على الانتدابات الجديدة و وقت مبدل لسفيقسي حسين السيد يلعب التماس ترجع الكرة علي العمري للاتحاد الرياضي المنستيري ياخذها في الدفاع ممتاز نسيم هنيد يرجع الكرة تعود مرة أخرى لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري المعتصم صابو ثم زياد المنستيري في الدفاع الأجواء هنا يعني تتحرك هنا الأجواء في ملعب طيب لميري بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري كتبها في موسم 2008-2009 حسن الفريق على المرمى تصف صابو وأكبدو أكبدو والكرة عند الاتحاد الرياضي المنستيري زياد مشمول لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع الكرة من جد ثم أكبدو على مستوى التغيير خاصة آخر لاعب اللاعب الثالث دائما يكون يعني لاعب اللاعب اللي ربط طموحاتي تتجاوز الخليج إلى أوروبا هذا ما قاله أنطونيو كوتو 4 دقائق في وقت مبدل يعد عليه الحكم في هذا الشوط الثاني 0 من صالح النادي السفيقسي يخفق حمزة المتلوثي في تنفيذ ضربة الجزاء الأخيرة نرجع الكرة إلى الكرة البحث عن السفيقسي ما وصلتوش كرة نقطة على الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع كرة مرفوعة للملعب التونسي بالراس من الدفاع في مرمى هو متكبد مخالفة للاتحاد مخالفة على أنطون أوف مباراة تالية على الوطنية الأولى بين الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي لقاء درجة من الاتحاد أنطونيو كوتو هدف البطولة الذي يرفع رصيده إلى 9 أهداف كاملة فيهم 3 تمريرات حاسمة للنيجيري أوكوتو كما قلت عنه طويلة الكرة الأخيرة بالرأس من السفيقسي التغطية موجودة من مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري خلاها في التماس تخطي لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري شوف أنطوني أوكوتو ديما معزوز مدافعين من الملعب في 15 جولة والحصيلة مرشحة للارتفاع في قادم الجولات
ترجع كرة من الياس الجلاسي عالية الكرة الأخيرة التغطية موجودة تبقى للاتحاد الرياضي المنستيري فهمي بن رمضان الملعب التونسي تواصل العملية التغطية إما مثلا الأحمر والأخضر ترجع كرة البقلاوة المقطوعة كل ثقة إيمانيات هذاك علاش يقول مدرب البقلاوة جلال قادري مطالب بإيجاد التوازن يعني البحث على التسجيل وفي نفس الوقت ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب التونسي التوقيت 14 دقيقة لعب إلى حد الآن الأسبقية رمزي لم تتغير ثلاثة مقابل شيء بدني لفريق المنستير موزيس أوركوما يلعب كرة مع إيمانويل أكبادو نخرج من المباراة أيمن الصفاقسي منذ الشوط الأول لكن إلى حد الآن متواصل هنا في ملعب الهادي النيفر في باردو قد تكون الأسبقية غير منتظرة من أحد البقلاوة لكن الاتحاد المنسيري لم يستطع إيمانويل أكبادو متواصل عملية البقلاوة في مناطق الاتحاد المنسيري شوف كيفاش الرد والمردود المتميز اللي كانوا النتائج الإيجابية التي حققها مع جلال القادري وخليته حاليا يتقاسم المركز الرابع مع النادي الإفريقي لكن كما قلنا لكل جواد كبوة والملعب التونسي لم نشاهده في هذا اللقاء يعني مباراة للنسيان بالنسبة للبقلاوة وشتانة بين مردود الملعب التونسي في المباراة السابقة مباراة حسمت تقريبا حتى من الشوط الأول بعد ثنائية الاتحاد الرياضي المنستيري وتأكيد في الشوط الثاني والاتحاد يعني قدم مباراة نموذجية.